ما تقولش غير الحقيقه. طب ولما رئيس اتحاد الكوره يسال عن اللي حصل، البطوله تتحسم ازاي؟ نشوف راي المهندس احمد مجاهد في صدى البلد. اللي كان موجود منشور قبل ما اللجنه تيجي اللي هو كان في نوفمبر، ايوه، بيتكلم احنا مسابقات الاتحاد منذ سنوات هي بالمواجهه المباشره. البطوله بتحدد والصعود بيحدد بالمواجهه المباشره. تمام. لكن الفكره كلها ان مساله اللي الناس بتتكلم فيه اللي هو البند الثالث اللي هو ده بالنسبه لتحديد الترتيب العام اللي هو بيتكلم عن الاهداف. لكن واللائحه كانت بتتكلم في البدايه في نوفمبر في حاله عدم اكتمال المواجهات المباشره، بنعود للبند اللي هو بتاع الاهداف ده، كله كان بيتكلم على ان دي مسابقه ولم تكتمل. اما وان اللجنه منذ قررت الدوري من دور واحد وقررنا الاستكمال من دور واحد، فتقرر النهارده كان باجتماع كامل ان عندما تساوى فريقي الاهلي والزمالك في 2001 خلاص بالتساوي هنلعب الماتش الفاصل، لان المشكله ان احنا لما عملنا دوري من دور واحد ما حددناش ملاعب محايده، ان احنا كنا بنكمل المسابقه وخلاص. تمام. فده هيقول بقى الاهلي لعب، الزمالك لعب في ملعب النادي الاهلي، ما لعبش في ملعب الزمالك، المسابقه كملت بشكل مش هي اللي بدات دي، فخلاص قررنا ان احنا بنجنب تماما الشرطين، وفي حاله التساوي بلعب مباراه فاصله عشان يبقى فيها شكل من اشكال العداله في تحديد البطل. وفي الاخر الشروط في قرار الاتحاد وقرار مجلس قبل ما نيجي، وقرار المباراه الفاصله هو قرار المجلس، مفيش يعني مفيش طيب. ازمه اكتر من كده يعني. تمام. لدرجه ان كان في مقترح بتقاسم البطوله اصلا بين الناديين، لان البطوله مش مؤهله لحاجه، ايوه، ولا بتؤدي لحاجه، ولا فيها تصعيد بعد كده، وهي اخر سنه واخر مرحله اساسا للسن ده. الاساس المواجهات المباشره، وده اللي العالم كله ماشي عليه، وده اللي كل مسابقاتنا كانت ماشيه عليه، وكل مسابقات الاتحاد ماشيه عليه. الفارق الاهداف في عدم اكتمال البطوله، لان في مواجهات مش هتتم، او في ترتيب المجموعات عشان نقول مين اللي هيطلع للادوار النهائيه. ايا كان، لا هنعتبر يا سيدي ان ليك حق، انا مش دوري ان انا احقق، اللي بيحقق خلاص في لجنه دلوقتي في الاهلي بتشوف الدراسه القانونيه، وفي اتحاد كوره هيدافع عن قراره. لكن مش ده، والله مش ده اللي قلقني. انا اللي قلقني المشهد، هو انت يعني كنت يعني عارف ان في مشكله هتحصل ومجهز نفسك باغاني ومرتب نفسك من اللعيبه مش من الجماهير، وبعدين يجي يقول لك ملعب الاهلي؟ انت السنه اللي فاتت كسبت الاهلي برضو لما نزلت ثلاثه من الدرجه الاولى، والاهلي خد البطوله السنه اللي فاتت، اعتقد الاهلي خدها، او ما اعرفش انبي ولا لا، غالبا الاهلي اللي خد البطوله السنه اللي فاتت، وخسرت في ملعبك. يعني انت مساله الملاعب مش هي والنتيجه مش هي المهمه، وحتى الكابتن احمد مجاهد قال لك ايه، ده في تفكير انهم كانوا يتقاسموا البطوله، لان مش البطوله دي بتؤهل لايه؟ ولا حاجه. اذا خطورتها مش موجوده، ان هي لازم يتحدد. عارف يعني 99 بطوله منتهيه باعتبار ان السن ده مش هيكمل. خلاص. طيب المهم 2001 لانه لسه تحت السن. النهارده الاهلي خد بطوله الجمهوريه 2001. النهارده الاهلي فاز بالبطوله بعد ما تعادل مع المقاولين 0-0، خد اللقب بعد ما تصدر للمرحله الاخيره ب 19 نقطه من 8 مباريات، فاز في 6 وتعادل في مباراه وخسر مباراه. بيدربه الكابتن سيد غريب. الزمالك لم يتأهل من الأصل لهذا الدور النهائي للبطولة في 2001، والأهلي كسب البطولة بالتعادل النهاردة مع المقاولين. ده بالنسبة ل 2001، وربما كان 2001 بطولة مكملة. هنشوف هيستيريا بقى للأهلي عشان فاز بالبطولة دي إطلاقا، ويطلعوا رؤوس ويشتموا الناس. مش هيحصل. المسألة لن تاخد حجمها. المسألة لازم تاخد حجمها، ما ينفعش. لكن كمان انه يتقال للعيبة من صغرهم كلام ما ينفعش، هتسمعوه بعد الفاصل.